حتى اللي أخطأ في يوم من الأيام إذا يريد يراجع نفسه ويتوب وينطلق انطلاقة جديدة، حتى أولا الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له قسم ذنوبه، واثنين الشعب ينسى بعض ما سواه ويبدي بداية جديدة. نقول يعني خلاص تحملنا فترة ونبدأ ويا المرحلة الثانية، لأنه أدوات محاسبة كل هاي الناس، إمكانية محاسبة كل هاي الناس ما يصير إلا بثورة عارمة، والثورة العارمة تعرف حضرتك أيضا لها تبعاتها، ولها أحيانا الأشياء اللي الضرر الجانبي اللي يصير. دكتور منها. دكتور صالح سيادة النائب، احنا صيام وجاي نحكي قدام رب كريم، ما احب نذل الدبلوماسيات، طب لي بالعميق. خلينا نحكيهن، هذا مشروع على ورق ام هو مشروع سينجح؟ هذه الادوات انتظرش وقت يتوب؟ شو انت شنو البديل اللي عندك؟ يعني خلص عندك طبقة سياسية بهذا المستوى، عندك ناس دا يطرحون افكار نبيلة، ولكن الادوات احنا اياك نعرفها انها مو نبيلة، ادوات مو نظيفة، ادوات يعني غير قادرة على ان تغير، لانه هي جزء من المشكلة. ما عندك الا انه تضع بعض الامل الى انه يعني شوف واحد قد يكون هو اللي يبدأ بالتغيير ويبدي بالجماعة القريبين عليه ثم ينتقل على الأبعد حتى يقدر يصلح إصلاح حقيقي في هذا البلد. وإلا كيف الحل؟ عندك حل؟ لو تظل عندك أمل في أنه والله الناس الموجودين يغيرون من داخلهم، لو تقول أنا خلص رايح إلى انتفاضة شعب، واحنا يعني ما تمنيناها من فترة طويلة انه شعب يثور على الطبقة السياسية الحالية من 2003 ولحد الان. ويغير تمام. لكن يعني المشكلة مو بس بيهم، المشكلة حتى بي كشعب، احنا بينا كشعب ايضا مشكلة. تشرين صارت مشكلة لانه المصريين من صاروا 30 مليون مواطن طلع بالشارع وغير بشكل سريع، وروح شوف مصر شلون قاعد تبنى. زين طيب احنا بقينا اكثر من سنه، ريدنا مليون واحد يطلعون مو 30 مليون، ماكو. ولو طلع مليون واحد صدقني ما بقوا الاخوان بالحكومه.